عقد مجلس النواب الجلسة العادية الأولى من دور الانعقاد العادي السنوي الثاني من الفصل التشريعي الخامس مساء اليوم برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب رئيسة مجلس النواب. واستهلت الجلسة أعمالها بكلمة لمعالي رئيسة مجلس النواب رفعت خلالها باسمها وباسم أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب أسماء آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على تفضله بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس. وأكدت معاليها أن ما جاء من مضامين رفيعة في الخطاب الملكي السامي ستكون نبراس العمل الوطني وعلى سلم أولويات الأداء البرلماني في المرحلة المقبلة، تجسيدا لتطلعات ورؤى جلالة الملك المفدى في ظل المسيرة التنموية الشاملة لخدمة الوطن والمواطنين، وبالتعاون مع الحكومة الموقرة ومجلس الشورى الموقر.